لو فاكر ان مانشستر يونايتد هم زباين محمد صلاح المفضلين، فاحب اقول لك انك لازم تشوف رامي عباس بيلاعب اداره ليفربول ازاي. كلنا عارفين ان رامي عباس هو وكيل محمد صلاح، واللي دايما اسمه بينتشر قوي كل فتره تجديد لصلاح او انتقال. صلاح بينتهي عقده مع ليفربول بنهايه الموسم الحالي، وبالتالي رامي عباس بدا يمارس هوايته المفضله باللعب مع اداره ليفربول. رامي عباس طلع من كام يوم في بودكاست اسمه من ان بلازرز، وخد بالك ان اختياره للبودكاست ده مش اعتباطا كده، هو عارف ان البودكاست ده من اكتر الحاجات المسموعة عند السكاوزرز، والسكاوزرز دول عشان ما ندخلش في تفاصيل نقدر نقول ان هم السكان الاصليين لليفربول، وخلي بالك عشان هنتكلم عنهم تاني. رامي بيقول ان صلاح مع نهاية عقده هيبقى 33 سنة، فإدارة ليفربول بتحاول تقنعه عشان يجدد لازم يخفض عقده. صلاح بعدها ما توصاش وقلب الدنيا بعد تألقه في ماتش مانشستر يونايتد، وطلع بعد الماتش في حوار مع شبكة سكاي سبورتس، واللي اعتقد ان الحوار ده بالتنسيق مع رامي عباس عشان صلاح من غير ما حد يساله خالص. قال ان بناتي بقوا من السكاوزرز وخدوا من طباعهم وكمان لهجتهم، وانا مبسوط جدا في المدينه. ده طبعا بعد ما قال ان ده اخر موسم ليا وعايز استمتع بكل ماتش، ده غير ان اداره ليفربول ما كلمتنيش خالص في التجديد، عشان تطلع بعدها حملات من الجمهور على كل مواقع التواصل الاجتماعي بتطالب بالتجديد الفوري لصلاح وتنفيذ كل شروطه لانه بقى واحد من اساطير النادي ولازم نحافظ عليه. وبكده قدر رامي عباس يرمي قنبله في وش اداره ليفربول عشان يجددوا لصلاح بالشروط اللي هم عايزينها مش اللي الاداره عايزاها.